اهلا بيكم، يوم جديد وحكايه جديده بنحكيها معاكم في برنامجنا حكايه مكان. حكاياتنا ما بتنتهيش، وحكاياتنا النهارده من داخل الحاره المصريه. احنا موجودين في شارع الصناديقيه، واللي تسمى بالاسم ده لان كان في وكاله كبيره جدا بتصنع الصناديق اللي بتحط فيها ملابس العروسه، يعني زمان كانوا بيسموها الشوار بتاع العروسه، فتسمت بالصناديقيه. كمان متفرع منها زقاق المدق، وده اللي اتعمل فيلم من علامات السينما المصرية، واللي كانت فيه بطولته الفنانة الجميلة الراحلة شادية. احنا في وسط عبق التاريخ، وبنتكلم النهاردة عن الخيوط اللي موجودة هنا، واللي بيتصنع منها المكرمية، وبيتصنع منها أشغال يدوية كتيرة جدا، عشان نعرف حكايات كتيرة جدا عن أصل الخيوط، واللي أصلا من أصل القطن المصري. تعالوا نعرف حكايات كتيرة جدا من داخل شارع الصناديق، وأقول لكم أصل الحكاية. عشان نعرف الخيوط وأنواعها والخيط المصري اللي بيدخل في الصناعات اليدوية واللي بتتصدر لكل دول العالم، لازم يكون معنا ضيفنا الأستاذ أحمد عبد الراضي، اللي هيحكي لنا بقى أصل حكاية الخيوط في مصر. أهلا بحضرتك معنا. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بيكوا. أهلا. وسط عبق التاريخ كده، ولما بندخل المكان ده كده بنحس بروح مختلفة. أول ما ندخل الشوارع والحارات المصرية كده بنحس براحة نفسية لوحدها أصلا. فإنك موجود في المكان ده وكمان متخصص في الخيوط، كلمني بقى عن الموضوع الكبير ده وحكاياته. بصي، إحنا متخصصين في الخيوط من سنة 65، متوارثينها طبعا. مجال الخيوط مجال واسع جدا، مجال الهاند ميد كله بيتعمل منه كل حاجة. طبعا مصر مشهورة بالخيوط وبالأقطان من زمان. احنا طبعا يعني بنشجع طبعا المرأة المصرية، والمرأة المصرية بتشتغل الحاجات دي شغل جميل، وبيعملوا إبداعات جميلة جدا، وإن شاء الله برضو نوريكم حد يعني يكون بيعمل الشغل دون من عملائنا. احنا شغالين في جميع أنواع الخيوط. الخيوط دي بيتعمل منها مكرميات شنط، مكرميات بيتعمل منها سجاجيد، مشايات، اي حاجه في البيت بتبقى موجوده، مفارش سفره، مفارش انتريهات، كل حاجه. غير طبعا الخيوط اللي عند حضرتك دي، اللي هي دي بيتعمل منها البلوفرات، وبيتعمل منها المجموعه دي بالوانها بقى المختلفه، وشيلان وايس كاب بالوانها المختلفه. طبعا الدنيا اتطورت طبعا، وكل مدى بتتطور. دلوقتي بقى عندنا حاجات أصواف زي كده بيتعمل للشغل الشتوي. المرأة يعني بيبقى أحسن لهم إن هم يعملوا ده، يوفروا. وفي ناس بيعملوا حاجات جميلة جدا منه، أحسن من إن احنا يعني بنبقى للمستورد وللحاجات دي، فبيشتغلوا بيه، وبتبقى حاجة جميلة جدا يعني في الشغل. تورثت المهنة دي من الوالد ولا كانت موهبة بالنسبة لك؟ لا، هي من الوالد الصراحة. هو الوالد من سنة 1965 هنا في الشارع الصناديقية بنشتغل في الخيوط، في مجال الخيوط. وإحنا طبعا طورنا بقى في مجال تاني، لأن كان زمان خيوط التنجيد وخيوط المفارش ما كانش فيه منها إلا لون واحد بس، اللي هو اللون البيج، لون القطن. الدنيا طبعا اتطورت، بقى فيه منها ألوان وحاجات جميلة جدا، وفي أنواع كتير جدا، يعني في حاجات ضد الوبرة، وفي حاجات عادية، وفي كل الأسعار يعني تناسب الجميع. طب المجموعة دي احنا قلنا ان هي عبارة عن الخيوط اللي بتتعمل بيها البلوفرات بقى والحاجات دي بقى. زمان أهالينا كده كانوا يقعدوا يعملوا بقى بلوفر صغير وحركات كده. تعالى نتجول برضو نشوف أنواع مختلفة، يعني برضو أنا شايفة دي أنواع مختلفة عن اللي كنا واقفين جنبها. ده إيه؟ حاجات ألوان جانجو دي جرادي، بتبقى حاجات برضو بيتعمل منها بلوفرات، بيتعمل منها شيلان، بيتعمل منها آيس كاب، بيتعمل منها حاجات كتيرة جدا، وفتلتها ملمسها ناعم وحلو. وفي حاجات للأطفال، وفي حاجات بتبقى لكبار السن. في برضو بيبقى زي شال كده مثلا، بروفلات للأطفال، حاجات زي كده. وفي حاجات في حاجات كمان بيتعمل منها بطاطين، يعني في ناس بياخدوا حاجات قطيفة جميلة جدا بيتعمل منها بطاطين
أطفال، بيتعمل منها مفرش سرير مثلا، بتتعمل حاجة كده زي تي في بلانكت بيقعدوا بيها قدام التلفزيون، بيبقوا حوريها برضو لحضرتك هنا. أيوة، تطورات العصر بقى والحاجات الجديدة. يعني كان دايما أهالينا يقولوا بقى إيه أسهل حاجة تتعلمها الست إنها تعملها ببيتها الكروشيه والحاجات دي بقى. أيوة. الخيوط دي عبارة عن إيه برضو؟ دي استوكات، يعني دي بتبقى بواقي بتاعت موسم فات، فدي بنطلعها برضو للناس. في ناس بتبقى هاوية بيعرفوا يطلعوا منها شغل، يعني بيطلعوا منها حاجات كتير بالحضرتك. ودي طبعا بتبقى حاجات يعني بنطلعها كده، يعني بتبقى حاجات بسيطة جدا، يعني كيلو بعشرة جنيه وكده يعني. استوكات. طب ده عبارة عن ايه بقى؟ انا شايفة ده حجمه حتى اكبر شوية. ده اللي هو زي ما بقول لحضرتك اسمه يعني جالاكسي، حاجة كده للبطاطين وللتي في بلانكت، بتبقى جميلة جدا في الشغل. ممكن اوريه برضو حضراتكم حاجة معمولة منها، بيشتغلوا بالايد من غير ابرة خالص. كل الخيوط دي الشغل في الاخر بيطلع يدوي. هاند ميد، يعني كل الشغل ده هاند ميد. والستات المصرية شاطرين جدا يعني في الحاجات دي، يعني ما شاء الله بيعملوا حاجات حلوة جدا يعني. برضو نوع برضو مختلف شوية، شبه الشرايط ده شوية، كتحس انه شرايط شوية. ده شرايط كليم فعلا. ده كليم بيبقى المفروض ان هو بيجي من تركيا مستورد، بس احنا صنعناه هنا. يعني انا قدرت ان انا دايما الحاجة اللي نقدر نعملها ونصنعها هنا في مصر علشان ما نستوردهاش ونكلف الدولة كتير، فبنصنعها هنا في مصر. فانا صنعنا منه ده الحمد لله هنا في مصر. كان الاول بيجي تركي كده، وبعد كده احنا عملناه هنا كده زي كده، عملناه هنا في مصر. يعني ده التركي وده المصري؟ التركي وده المصري. هو دي شرايط كليم، يعني كليم شرايط بيبقى أخف من الكليم التيشيرت شوية. حوري حضرتك برضو الكليم التيشيرت. الفرق ما بين التركي والمصري يعني؟ مفيش أي حاجة، هي الموضوع بس إن احنا نشغل دماغنا ونعمل حاجة، بطل نستورد ونصنع في مصر. هو لو شفتيه حضرتك هتلاقيه هو، بل المصري كمان أحلى منه، هتلاقي فيه لمعة أكتر. تمام، وده احنا اللي بنصنعه يعني خاص بالحاج أحمد عبد الراضي. تعالى نشوف انواع تانية من الخيوط. انا بصراحه يعني شايفه خيوط كتيره قوي، فمحتاره نبدا بايه ولا ايه. انا شايفه ده برضو مختلف شويه، ده مختلف شويه برضو. ده ايه؟ ده برضو مكرميه، بيعملوا حاجات مكرميات، بيعملوا منه مراجيح. يعني دلوقتي بيعملوا كمان المرجحه دي في البيت، اللي عايزه تعمل بقى في الجنينه في الفرندا بتعمل منه، بيتعمل منه جداريات بتتحط على الحيطان في البيوت. وده برضو المكرمية المصري، ده برضو صناعة مصرية، وإحنا اللي بنصنعه هنا برضو وبنعمله يعني هنا. في حاجة زي كده برضو، ده الخيش زي الخيش. اللي بيتعمل منه الشنط بقى، اللي بيتعمل منه الشنط ده بيستخدموه، بيعملوا منه شنط للمدارس وبيعملوا منه شنط صغيرة. برضو ممكن حد هيوري لحضرتك عامل منه شغل في المنتج يعني النهائي بتاعه. حاجة جميلة جدا. وده برضو بيبقى حاجة زي مكرمية محلول، قطن محلول. ده برضو مصري، يعني بيتقال عليه انه تركي لكن ده مصري، واحنا اللي بنصنعه هنا في مصر. في فرق ما بين الخيوط المكرمية وخيوط الكروشيه؟ طبعا خيوط المكرمية بتبقى تخينة وبتشتغل اغلبها بالايد مش بابرة، لكن بالنسبة لخيوط الكروشيه بتشتغل بابرة، يا اما تريكو يا اما كروشيه، في على حسب اللي بيشتغل بقى اسهل له ايه. لكن دلوقتي الاغلب بيشتغل كروشيه عشان بيبقى سريع شوية وبينتج معه بسرعة. بس هنا الخيوط، لكن برضو مجموعة من الخشب والأركت والحاجات دي بتستخدموها في ايه؟ برضو بيستخدموها، لو تلاحظي حضرتك ان هي متخرمة من على الأطراف. الأخرام اللي على الأطراف دي هم بيشتغلوا عليها. يعني بص حضرتك، هوري حضرتك كده، دي بيشتغلوا حواليها بالخيط، يعني دي ساعة. تمام، دي بقى بتشتغل بالإبرة بالكروشيه بخيط الكليم مثلا أو خيط المكرمية، وبتطلع هنا مثلا أربع تستر، يعني بيقولوا عليها سطر، بتمشي سطر اتنين تلاتة. الإخرام دي بتدارة خالص وبتبقى طالع لها كده أربع تستر. هم يشتغلوا الشغل اليدوي في الطرف بس، وياخدوا منك ده جاهز، بياخدوا ده جاهز بيشتغلوا عليه. في أشكال مختلفة وألوان مختلفة،
وفي قاعدة بيبي بتاعت رمضان. وفي بيعملوا السرير بتاع البيبي زي كده، ده بيتعمل بيه برضو سرير البيبي برضو بخيط الكليم علشان يبقى سرير للبيبي لسه المولود، وحاجات كتير برضو انواع من الجلد برضو مختلفة بيستخدموها. ايه بقى للشنط؟ بقى للشنط هوريها برضو لحضرتك في ممكن مدام ياسمين هتوريكي بتعمل بيها ايه بقى في الشنط. ده عبارة عن ايه بقى؟ الشنرات دي بتاعت دي كوشنز، يعني دي كوشنز دي مثلا بتتلون او بتطرز، في ناس بتحب تطرز عليها لشغل التطريز وبيلونوا عليها زي دي برضو كده. دي بتبقى رسمة الكنفة اللي هي بتاعت زمان اللي كانوا الناس برضو بياخدوا الخيوط المفاتن حمامة والكنفة بالظبط كده، يعني حاجة مصغرة من الابيسون والحاجات دي. في طبعا عندنا برضو حاجة زي كده، ده قطن برضو، ده بيبقى عبارة عن قطن برضو احنا برضو اللي بنعمله هنا، تمام؟ ده تبع مصنعنا احنا برضو. دي خيوط قطن طبعا، احنا يعني مصر ما ينفعش تستورد قطن، فاحنا برضو بنعمله هنا، وفتلة ممتازة جدا والوانها ثابتة، وبيعملوا منها حاجات صيفي بقى. يعني شايفة برضو يعني زي في فرو هنا برضو، ولا ده عبارة عن ايه بقى؟ ده فرو، بيعملوه برضو للياقات وللحاجات دي في الشتاء، وده فرو طبيعي، يعني ده بيبقى فرو ارنب طبيعي، فبياخدوه للياقات للبلوفرات للحاجات دي في الشتاء، وساعات بيعملوا بيه شنط برضو. طب قولي بقى قبل ما نخش نتفرج على الشغل اليدوي، ايه اللي انت شايف ان المعوقات بتقابلك في موضوع الاقطان والخيوط في مصر، وايه اللي نفسك فيه؟ بصي، هو المعوقات ما بتقابلناش احنا، يعني احنا اللي بيبقى المعوقات اللي بتقابل الستات اللي بتشتغل في التسويق، يعني ما بتعرفش تسوق قوي. يعني انا عايز بس يعني يبقى فيه اهتمام بيهم، يبقى فيه معارض ليهم، طبعا بسعر يكون مش عالي، مش ايجارهم عالي، لان لما بتقولي لها روحي معرض مثلا بتقول لك تكلفه عاليه، بيبقى اليوم غالي، وهم بيعملوا حاجات حلوه جدا، فلو في اهتمام بس بيهم هيشتغلوا وهيبقوا هينتجوا، هيبقى حاجه جميله جدا من البيوت. يعني بتمنى لك التوفيق، ويا رب دايما كده منتجاتنا كلها مصريه. نروح نشوف بقى مع بعض الخيوط اللي احنا شفناها دي، لكن بالشغل اليدوي وبايادي بنات مصريه. يلا بينا. بعد ما استمتعنا معاكم وتعرفنا على أنواع الخيوط، بنوصل بقى مع بعض لمكان تاني فيه التنفيذ، الشغل اليدوي. احنا معانا طبعا صاحبة براند جميل، وهي ياسمين اللي هتكلمنا النهاردة عن الشغل اليدوي الجميل اللي معمول معانا. أهلا بيك يا. أهلا بحضرتك. أنا شايفة شغل جميل قوي بخيوط مختلفة، كلميني بقى عن شغلك الجميل ده. هو الخيوط من ده اسمه خيط خيش، ده خيط خيش، ده مكرمية مصري، وده سلسلة، وده كليم، وده سلسلة، ده برضو مكرمية مصري، وده خيط خيط تاني ده اسمه مكرمية فرنساوي. كل خيط ليه يعني استخداماته بالظبط كده. ياسمين قولي لي، انت اتعلمتي تعملي الحاجات دي ازاي؟ عن طريق اليوتيوب. ما اخدتيش لا دورات تدريبيه ولا كورسات ولا اي حاجه؟ لا خالص، اخدت كورس، يعني يعتبر اليوتيوب بيعمل كورسات، يعني هو بتفرج على فيديوهاتي الاول، كنت في فيديو يعني قنوات متخصصه من البدايه، من اول حتى مسكه الابره، واحده واحده بقى بتعملي موديلات ومنزلوا بقى خامات جديده بننزل نشتريها او بنجيبها اونلاين او كده، ويعني كل ما في موديل بيستفزني وكده بحاول انفذه، وبيبقى جميل ان شاء الله. يعني بتتابعي بقى التطور، يعني ما بتوقفيش على حاجه اتعلمتيها وخلاص، انت كل ما بيظهر حاجه جديده بتتابعي؟ وفي ناس بصراحه بتشجعني، يعني في ناس يعني بتعجبها الحاجه تقولي طب شوفي لنا لون، نعمل لون تاني، او حاجه تليق على غرفهم، على شقتهم، يعني كل على لبسهم، اي حاجه بنحاول ننفذها، والحمد لله بتعجبهم جدا. يعني خدتي بقى فتره قد ايه عشان تبداي تمسكي الخيوط دي وتشتغلي بيها كده؟ يعني وقت قد ايه؟ هو انا بادئه من 2017،
فيعني ممكن أقول التمكن الحلو من 2019، كان بقيت بقى يعني خلاص عارفة ان انا ابيع قطعة وبقى مرتاحة نفسيا وانا باخد تمنها تمام. بس وبقيت ادخل حاجات يعني مثلا الخيوط فيها بيجيب لنا الحاج احمد خيوط مستوردة، في خيوط بتبقى يعني مثلا الكليم ده في منه مصري وفي منه المستورد، بنحاول بقى نشوف المناسب لينا وبنعمل بقى فيه الاشكال اللي احنا بنحبها. اول ما اتفرجتي على الفيديوهات دورتي على الاماكن اللي بتتباع فيها الخيوط دي ووصلتي لهنا؟ يعني كان الاول دخلت في جروبات اول على الفيسبوك، فنانات كتير متجمعين في جروبات على الفيس وكده وبقوا يقولوا لبعض وبقيت ادخل اسالهم، حتى هم برضو مثلا طريقه الشنطه دي بتعمل زي يبعتوا لهم فيديو بتاع، بيساعدوا بعض كويس قوي يعني الحمد لله رب العالمين كله في تعاون وكده. يعني حتى الطقم ده مثلا ده فكرة فنانة من الفنانات يعني اسمها غدوزة بحييها، هي اللي فكرت وودت فكرته للفنانات وكنا بقينا نعمل نفس الموديل بتاعها يعني، وبصراحة الناس معايا حبته قوي وبقيت اعمله لهم، وهي حتى عملت فيديو لي على اليوتيوب بالطريقة كلها. جميل يعني الخيش كمان مع الجلد يعني حلو قوي، وبعدين الشنطه كمان كروس يعني عمليه قوي كمان في الجامعه والحاجات دي. قولي لي ياسمين اكتر حاجه بتطلب منك ايه؟ بصي هي مواسم، يعني احنا دلوقتي بمناسبه موسم المدارس اكتر حاجه بتطلب في الفتره دي البنسل كيس، هي دي بصراحة عجبت ناس كتير، حتى اللي خد منها تاني وكده وبقى يديها هدايا لصحابه وكده، لانها عملية جدا يعني، هي الخيط يعني ممكن تحطيها في الغسالة مفيش مشكلة ما يفكش ابدا، وتحفة واسعة جدا يعني ممكن نلعب في الالوان بقى نغير الألوان. هو يعني الالوان حسب اللي بيختاره العميل، يعني في حد مثلا ابنه بيحب اللون كذا، والميزة بقى ان هو بيتكتب عليها اسم الطفل، فبتبقى حلوة قوي مميزة في وسط صحابه جدا يعني بيبقى فرحان بيها قوي. الخيوط ايه بقى اللي استخدمتيها هنا؟ ده نوعين خيط، خيط المكرمية المصري اللي هو الجسم البنسل كيس، والمكرمية الفرنساوي اللي هو الاسم، وممكن بدل المكرمية الفرنساوي ممكن كوتون جولد اللي هو الخيوط القطن، ده برضو متاح برضو، بس يعني بنعمل غرزة معينة للاسم وجسم الشنطة بالمكرمية المصري. هي جميلة وعملية يعني مقلمة كده لذيذة، لا هتنكسر ولا حبوز وهتتغسل على طول. تتغسل على طول، ما يعني تحطيها في الغسالة وانتي مطمنة مش مشكلة. في برضو في وقت الصيف وكده بيبقى الأكتر الخيش، يعني الناس بتحب الخيش قوي يعني الخامات دي يعني الناس بتحب الخيش، وفيه برضو مقاسات أكبر موديلات تانية بمقاس أكبر، وبرضو نظام العين ده برضو شغل ده اللي قلتي المكرمية مكرمية ده برضو في الصيف قوي يعني شغل التصوير بقى تلبسوه بقى ويتصوروا بيه بيبقى لذيذ قوي على الطاقة. اتفضلي. وفي طبعا البوكسات زي كده بتبقى في ناس بتجيبها لولادها بيحطوا فيها الاقلام والكلام ده والالوان وهم قاعدين هم دول بتبقى شيك، وفي ناس بتستخدمها تحط فيها فرش الميك اب الحاجات كده. في برضو الصواني يعني برضو ما شاء الله عملت كمية منها كبيرة، في بيبقى سادة زي دي يعني دي سادة، وفي مرسومة يعني أشكال رمضان عليها رمضان كريم مدفع رمضان وكده، وبالكسترات بقى بتاعتها يعني حسب، في ناس بتحب كسترات كتير أو كده، وبنزود لها الجلد ده بقى برضو يعني تتمسك، وعملية جدا برضو يعني هي، بس الناس ما تقلقش من الخشب مثلا إنه لأ تحفة. دي برضو عبارة عن ايه؟ دي برضو بتبقى هدايا يعني بنعملها مع الاوردرات، الاسم بتاع ابنها او حد يعني بتتعلق زي لوحة كده بتتعلق بنعملها كده واللون بقى حسب اختيارهم يعني بتبقى لذيذة يعني. الشغل من البيت بقى وان ممكن انا ابقى قاعدة في البيت وبشتغل وبكسب وبسلي وقتي كمان يعني، تنصحي بايه بقى اي حد عايز يتعلم ويعمل الحاجات دي سهلة بقى ان انا ادخل في المجال ده واشتغل؟ إن اهم حاجة ان انت تحبي الحاجة، يعني انا لو انا ما حبيتهاش انا مش هبدع فيها او ان انا مش هطور نفسي فيها، مدام حبيت الحاجة بقى عايزة بقى اتعلم، الحب الحاجة خليكي تتعلميها تشوفي فيديوهات تشوفي افكار تسألي الفنانات كده تلاقي نفسك كده دخلتي في المجال، وتبقى واهم حاجة انه الخامات تبقى متوفرة وقريبة مننا والحمد لله ده متاح يعني.
شايفه كمان الشنطه دي من ساعه ما دخلت هي عجباني جدا الحقيقه، يعني بتجمع ما بين خامتين الجلد وده ايه المكرميه سلسله، خد اسمه السلسله، خد سلسله ده برضو جلد الجناب والوش والخيط ده جسم الشنطه، وهنا برضو احنا اللي بنعملها ال بتاع يعني في بطانه كمان، انا شايفه في بطانه جوه والشنطه كبيره من جوه ممكن تاخد حاجات كتير. اوسع واسعه، وممكن يعني في موديلات فيها اوسع من كده، بندخل من ورا نفس الخيوط وهنا قاعده برضو لل عشان لو عايزين نوقف الشنطه وكده. الحاجات بقى دي يعني انا عارفه ان الخيوط انت بتجيبيها من هنا، لكن الحاجات بقى اللي هي الحليات دي من هنا برضو، يعني الحاج احمد بصراحه مظبطنا في الموضوع ده، كل الخامات متاحه، الجلد الحلي اي حاجه موجوده الحمد لله، ونقدر نغير بقى الخامات، يعني ممكن الجلد ده نعمله جلد طبيعي، ممكن نغير الالوان. برضو ما هو الجلد مش اسود بس، يعني بصراحه في خامات في الوان كتير اهو، يعني مثلا زي الالوان دي ده جلد برضو يعني، وفي برضو يعني الوان اللي هي الدرجه دلوقتي الفسفوريات والحاجات دي جلد برضو. فلا يعني انا بشكل عام كمرأة عاملة من البيت ممكن اخد قد ايه مثلا ان انا اعمل شنطة زي دي؟ دي ممكن يوم، يوم واحد، يوم واحد. الاسعار بقى، اسعار دايما بقى يقولك الشغل اليدوي ده هيبقى اسعاره عالية قوي بقى، نطمنهم ازاي؟ هو بص الاسعار يعني تعتبر يعني ارخص من الجاهز، مع انه هو المفروض اغلى، مميزه يعني الشكل مختلف، مميزة. انا لو لبست شنطه زي دي هبقى مختلفه مميزه بالظبط، يعني ممكن تلبسي حاجه ما حدش لابسها كتير، مش منتشره برضو، برضو كل فنانه بتعملها بطريقه معينه ليها حتى لو نفس الموديل، فلا هتبقى في فرق كبير طبعا. انك بتعملي حاجات غير دي، بس طبعا ده اللي قدرتي انك انت تجيبهن النهارده، بتعملي ايه تاني؟ بعمل مكرميات، مرايات، مرايات مكرميه وجداريات، معلقات بتاعه الزرع، اسامي برضو بالمكرميه، يعني اشكال تانية، في برضو شيلان وجوانتيات وشرابات بالخيوط التانية بقى، الصوف بقى ده يعني احنا كل ده في خيوط الشنط، اما في بقى خيوط المكرمية دي حاجة تانية، وخيوط الشيلان والجوانتيات والايس كاب والكلام ده دي الصوف بقى. صعب حاجة بتعمليها ايه؟ الشيلان بتاخد وقت. واسهل حاجة؟ الشنط، بحب الشنط قوي يعني بحب، يعني في متعب يعني، انا بحب الحتة دي، يعني في ناس بالنسبة لها لا الخيوط الناعمة الصوف والقطن دي بالنسبة لها تحفة، انا بحب لا بحب شغل الشنط اكتر. تشتغلي كم ساعة في اليوم؟ وحسب يعني، انا دايما بشتغل، بحب اشتغل في بالليل بقى، بكون مخلصة حاجتي وبتاع واقعد مع نفسي كده بقى بالليل او كده بقى، يعني ممكن اقعد الوقت بياخدني بقى، ممكن اقعد ساعتين ثلاثة اربعة، اقعد لحد الفجر وبعد كده يعني حسب المود اللي انا فيه. بس ليه بقى تشجيع من الاسرة بقى في البيت كده يعني؟ الزوج والولاد بقى وبتاخدي رأيهم بقى في الالوان واعمل ايه؟ انا بتجربي فيهم الحاجات دي يلبسوها؟ لا والله يعني هو بالنسبة طبعا ولادي عندهم البنسل كيس، يعني من ساعة ما بدأت في البنسل كيس عملتها لهم، هو يعني لحد دلوقتي عندهم بغسلها لهم، وزي اصحابهم بقى في المدرسة بيقولوا لهم ايه ده ومين اللي عاملها وعايزين زي وهاتي لي هدية ماما، اعملي لي بنسل كيس لصاحبي، وقلت له يعني انتوا جايين عليا بخساره. بس يعني اصحابهم بجد فرحانين بيهم قوي، ويعني بعملها لهم يعني بيحبوها الحاجات دي، ويعني مميزه بصراحه. ياسمين بتمنى لك التوفيق وشغلك جميل جدا، ويا رب الشغل اليدوي دايما، والمراه المصريه كده احنا عايزين نوصل بقى ان احنا نوصل دايما الشغل اليدوي ده للعالميه باذن الله. يا رب باذن الله ان شاء الله يا حبيبي. شكرا لك ياسمين، شكرا. العافية.
مجنة معاكم في حلقة خاصة من داخل الأزهر وبالتحديد شارع الصنادقية. بتمنى تكونوا استمتعتم معانا واستمتعتم كمان بجولتنا داخل الصنادقية وشفنا مع بعض الخيوط المصرية اللي دايما بتتصدر للخارج وتوصل للعالمية، وحكينا حكايات كتيرة جدا عن الخيوط والشغل اليدوي في مصر بأيادي مصرية. بتمنى تكونوا استمتعتم معانا واستنونا إن شاء الله الحلقة الجاية وحكاية جديدة هنحكيها معاكم في برنامجنا حكاية مكان.